هنبدأ مع حضراتكم جولتنا المرورية، وعادة بنبدأ من القاهرة تحديدا. النهاردة هنبدأ بشارع رمسيس واللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك فيه برضو بعض الكثافات النسبية. أما لو رحنا عند كوبري الجلاف هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار فيه كثافات نسبية بتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات، بيشهد نفع الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، والعكس كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية بمطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم هيلاقي إن فيه سيولة مرورية كبيرة، بس بتظهر بعض الكثافات أعلى الكورنيش من المعادي لغاية مناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني، وبعض الكثافات في محور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران، وطبعا أماكن غلق الإشارات بالميادين زي ميدان التحرير وروكسي وميدان هشام بركات. تعالوا نروح الجيزة، هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية. أيضا المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهيلاقي إن في سيولة مرورية. لو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة هنلاقي إن في كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر برضو بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، يفضل التوجه إلى محور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهر بعض الكثافات في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، أيضا بعض الكثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. تعالوا دلوقتي نروح محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل طبعا بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هنلاقي برضو في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية، هنروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة خدنا طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، ولكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة توصل ل 36 درجة، وأقل درجة هتكون في مطروح 30 درجة. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها 45. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.